السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم، ودي سلسلة إزاي ترندر في 7 دقايق. هنستخدم النهاردة برنامج الماتريكس، هو شبه الراينو جدا زي ما انتوا شايفين، وبيشتغل على فايلات الراينو عادي جدا. تعالوا دلوقتي نبدأ. أنا هدخل فايل من فايلات الراينو عادي، البندنت دي، وتعالوا نرندرها مع بعض. قبل ما نبدأ في الرندر في حاجات لازم ناخد بالنا منها صغيرة قوي. واحنا بنشتغل بنعمل البرونجات طويلة علشان العامل يقدر يركب الحجر ويقصرها بعد كده، لكن لو انا دلوقتي عايز اعمل رندر قريب من الشكل النهائي اللي هيطلع بيه الشكل بتاعي، فيفضل ان انا اقصر البرونجات شوية علشان اديها واقعية اكتر. هختار remove from group وهجمع كل البرونجات الطويلة اللي انا عايز اقصرها. طيب لو انا قصرتها سكيل 1 دي بالمنظر ده، زي ما انتم شايفين شكلها اتغير. في تولز تانية اسمها ستريتش، مجرد ان انا اخد من نهاية الشكل لبدايته، زي ما انتم شايفين شكل البرونج ما اتغيرش. هنجيب الشكل بتاعنا ونميله 45 درجة بالمنظر ده. تعالوا بقى نحط الماتيريال بتاعتنا. نيجي من هنا نختار رندر بي ري ستايل، هتظهر لي القايمة اللي في الجنب دي. ممكن اختار الحاجة اللي عايزة احط لها ماتيريال، يعني انا هخلي دي ذهب وادوس على السهم الاخضر ده. لو جيت اشوف في الرندر هي بقت واخده الخامه خلاص. طيب انا دلوقتي حطيت لون، بس في امكانيه ان انا ابقى عارفه اللي انا حطيته ده عيار كام. طبعا ممكن من هنا اختار عايزاه عيار 18 21 زي ما احب، وممكن اختار درجه اللون من تحت. طيب هعمله ازاي على الشكل كله؟ بدل ما اخد قطعه قطعه، بيجي من هنا كليك يمين على اللون اللاير بتاعتي، هيعمل لي سيلكت عليها كلها، واروح مختار العيار بتاعي وادوس على السهم الاخضر بالمنظر ده. نفس الحكاية نعملها مع الستون اللي في النص، نختارهم كلهم مع بعض ونشوف الحجر اللي انا عايزاه. زي ما انتم شايفين كل حجر بختاره بيجيب لي اللون بتاعه يبقى عامل ازاي. فانا هختار روبي. نيجي برضو الخطوط الصغيرة، انا عايزاها دايموند، هدور عليه اهو بس كده. ممكن من هنا اختار الانفايرومنت اللي انا عايزاها، انا هسيبها عادي زي ما هي. ومن هنا بختار حجم الصورة عايزاه ازاي. انا بفضل ان انا اعمل حجم الصورة صغير لحد ما اشوف الرندر بتاعي كويس ولا لا، بعد كده اكبر الجودة اكتر. ندوس علامة رند بس كده ونعمل سيف. ممكن اعمل خلفية من ورا من هنا ونديها ماتيريال. نغير في الانفايرومنت، وانا بفضل الوايت روم مع الحاجات اللي هي بتبقى دهب اصفر تبقى افضل كتير. طبعا زي انتم شايفين الوايت روم بيبقى مكتوب جنبه بين قوسين فلو، هو بيبقى بطيء فعلا عن التاني. كل انفايرومنت منهم بيبقى مكتوب عليها سرعتها هتبقى عامله ازاي. طيب تعالوا نجرب نعمله بدهب ابيض، شوف الدنيا تبقى عامله ازاي. ممكن بدل ما احنا عاملين بس الارضية نعمل حائط برضو من ورا. كل اللي محتاجة اعمله ان انا احرك وادوس الت وشيفت. الت هيعمل كوبي وشيفت هيعمله مستقيم. تعالوا نغير خلفية اللي عملناها جديدة،
خليها ده مثلا، واخلي الخلفية بتاعتي بدل ما بادئة من الازرق المشع ده تبدأ من جراي احسن. الارضية اخليها اسود بس، نغير الحجر اللي في النص برضو. نختار صفير ونعمل رند. طبعا انت جرب براحتك اي حاجة منهم لغاية لما توصل للنتيجة اللي انت تحبها. نفس الطريقة اختار اي خامة وادوس على السهم الاخضر. وبكده نكون خلصنا. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.